وماذا عن الانطباع، انطباع والدك ورأيه حين قلت له في أول مرة أنني أريد أن أكون ساحرا؟ بالنسبة للجزائر، حين قلت لأول مرة أريد أن أمتهن الألعاب السحرية، قالت لي أسرتي سحر، لماذا سحر؟ ولكن والدي أمي قالت افعل ذلك، افعل ذلك، إذا ما أردت أن تفعل ذلك فلتفعله، ولا تنسى أن تذاكر دروسك في المدرسة. وكنت أفكر في ذلك كثيرا، وقلت حسنا، أي سوف أقوم بعمل دراسات في العلوم والهندسة، وفي نفس الوقت أمارس الألعاب السحرية. أنا أمارس الألعاب السحرية، ولذلك أمزج بين التكنولوجيا والهندسة والألعاب السحرية. وأنا أقوم بالألعاب السحرية وأقوم بالدراسة في بعض الأوقات.